مرحبا لجميع الأصدقاء المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم أصدقائي دائما عبر شاشة التلفزيون لبنان ومن خلال برنامج مرايا الشمل. تحية لكم بكل المدن والقرى والبلدات اللبنانية. دائما عم تعرف احنا وياكم على شمال لبنان، على المواقع التراثية البيئية وأبرز الأنشطة اللي عم تحصل، ودائما في نشاطات عم تقوم فيها هيئات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية والجمعيات والهيئات الأهلية. أصدقائي بالأيام بلشنا بالزمن الميلادي، إن شاء الله هالمناسبات الكريمة بتكون محطات لتجديد المحبة والتسامح والتلاقي بين جميع اللبنانيين، وبلشت حلة العيد ترتديها الشوارع بكل المدن اللبنانية وخصوصا شمال لبنان، بالإضافة لنشاطات إنسانية وخيرية بترافق هالأيام المجيدة. دائما مرايا شمال أصدقائي هو مساحة محبة وحوار، مساحة تلاقي وجسر تواصل بين شمال لبنان ومختلف المناطق اللبنانية. من هون نتوجه لكل المغتربين، دائما بنقول لهم لبنان دائما مشتاق لكم، حابين نشوفكم بموسم الأعياد. اليوم حلقة غنية، نحن وياكم وكاميرا الزميل أمير سليمان بيعرفنا اليوم شو عندنا بحلقتنا برنامج مرايا الشمال. النشاطات الثقافية بالأيام منتشرة بكل المناطق الشمالية، وهالشي بيعود لأهمة الجامعات المؤسسات الأكاديمية والهيئات الثقافية اللي حريصة جدا على إبراز الشمال بأبهى صورة حضرية. اليوم بالتعاون مع جامعة القديس يوسف يأجي براس مسقى مع مؤسسة شاعر الفيحاء ساب زريق، اليوم في جائزة ساب زريق للإبداع الأدبي لعام 2021-2022 اشترك فيه عدد كبير من الطلاب من مختلف المدارس الرسمية والخاصة، وطبعا بالاحتفال كان في حضور منوع من شخصية سياسية، شخصيات نيابية، ثقافية، فكرية، أدبية ومهتمين. طبعا نحن من حوالي 5 سنين أبرمنا اتفاقية مع الجامعة اليسوعية لنشترك بإصدار جائزة شاعر الفيحاء ساب زريق للإبداع الأدبي، وفي لجنة تحكيم منعينا نحن بين بعضنا ومنعطيهم موضوع يبحثوا فيه وينالوا جائزة. هيدي النسخة الثالثة، لأنه بسبب كنا منعرف الكورونا وهالأشياء جبرنا في سنة ما نعمل هالمناسبة. يعني اليوم الحمد لله كان في عدد مشتركين كتير كبير، وبنتمنى هالحفل كمان يعطي فكرة على لحقول نبوغ بعض منهم، لأنه لجنة التحكيم أعطت علامات ما أعطيتها قبل، فالحمد لله أنه اللغة العربية بخير وجودهم. مدام فادية عالم جميل، طبعا في بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساب زريق ودائما في نشاطات، اليوم النشاط شوي متميز مش هيك؟ للحقيقة كل نشاط مع دكتور زريق متميز، لأنه هو نشاط ثقافي، ودائما الثقافة هي بتحمل شيء جمالي، دونك دائما في عنا اشياء حلوه. نحن اليوم الحلو انه هي بتجمع ثلاث عناصر، في عنا المؤسسه، في مؤسسه دكتور زريق، في عنا الجامعه اليسوعيه، وفي عنا المدارس وطلاب المدارس يلي بتحب اللغه العربيه. دونك التميز هو انه نحن عم نشتغل مع طلاب مدارس على مستوى اللغه العربيه. والمميز كمان انه كنتوا كجامعه ولغتكم الفرنسيه حريصين على اللغه العربيه مش هيك؟ نحن جامعة لبنانية 100%. الحقيقة قبل كل شيء بدنا نوجه بالشكر الكبير للدكتور ساب زريق يلي أحيا الله به الثقافة شمالا إذا جاز التعبير. وهيدي المسابقة، مسابقة الإبداع الأدبي، فعلا هي للإبداع الأدبي. اكتشفنا خامات وطاقات أدبية في مدارسنا الرسمية رائعة، ولدرجة أنه نحن بلجنة الحكم آخر فترة احترنا يعني من نصنف أول وتاني، لأنه حقيقة كانوا متقاربين جدا، وصرنا نحرص على معايير دقيقة جدا حتى لا يظلم أحد. بس فيني أقول أنه المدارس الرسمية الحمد لله فيها طاقات وخامات أدبية مهمة جدا، وبدنا نتشكر الأساتذة اللي أشرفوا على تلاميذهم، وبدنا نتشكر الإدارات اللي اهتمت، لأن الحقيقة نحن بنعرف الآن الأوضاع التربوية بلبنان قديش تعبانة، فأنه المدارس إدارة وأساتذة بيهتموا بهالمسابقة، هذا بيدل على روح أدبية عالية إن شاء الله بتزيد أكثر وأكثر،
وإن شاء الله بترفع طلابنا لمستوى علمي وأدبي رائع بإذن الله عز وجل. وكلما ارتقى الإنسان بثقافته وعقله كلما خفت المشاكل والتقت النفوس أكثر وأكثر، لأنه اللي بيخلي النفوس تتنافر هي الجهل والتناكر. فإذا تعارفت كما جاء في الحديث النبوي الشريف: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر اختلف. اللي اكتشفناه منه جديد بس مهم، يعني هاي المسابقة سلطت الضوء على، نحن كنا خيفانين انه بعد جائحة كورونا توقفت المباراة سنة، الإقبال اللي كان ونوعية المواهب، يعني نحن خيفانين بالمرحلة الأخيرة صرنا نسمع انه عدم اهتمام باللغة العربية، أولادنا ما عم يهتموا، السوشيال ميديا أخذت منهم هاي الأشياء. لا، كان في إقبال، واللي لفت لنا نظرنا أكتر شيء ما كان، يعني كان هن بإمكانهم يروحوا ياخدوا مواد يعملوا لها من الكوبي بيست، يعني ياخدوا، لا كان في اجتهاد شخصي، كان في اجتهاد شخصي وكان في اهتمام وكان في مواهب لدرجة إنه كتير وقفنا قدام إصدار النتائج. طبعا الثقافة يعني خصوصا على مستوى مدينة الفيحاء هو شيء دائم الأنشطة بشكل متكرر، وطبعا نحن بنشجع دائما كل الطلاب مدارس على مستوى الجامعات يكونوا موجودين ويشاركوا لنكتشف المواهب، وخاصة فيما يخص اللغة العربية اللي هي نحن بنعتز فيها وبنفتخر فيها كلغة الأم لنا. يعني فعلا من دواعي السرور أن هناك رغم الأجواء السياسية السيئة هناك نشاط ثقافي جيد، وما يقوم به الدكتور سابة طريق اليوم وجه من وجوه هذه النشاطات. توزيع جائزة شاعر الفيحاء سابة طريق هو دور مشكور جدا في تحفيز الشباب، تحفيز الطلاب على اللغة العربية والأدب العربي والفكر العربي، وهذا النشاط يهمنا جدا في هذه الأيام، لأن مستوى الفكر ومستوى التعليم والتربية ضرب بدون شك هذه المرحلة. وعندما يقوم دكتور سابة طريق وأمثاله بهذا النشاط فإننا نتأمل ونأمل خيرا أن يكون هناك دائما رجوع إلى هذه التحفيزات، إلى هذه النشاطات، لتلقي عند شبابنا وعند جيل جديد اهتماما باللغة وبالأدب والفكر العربي. أولا أنا بقدر هالشخصية يلي هي حقيقة منبر ثقافي في طرابلس، وهو حفيد شاعر الفيحاء وحامل اسمه، فما بنقدر إلا نكون معه لدكتور سابا في كل النشاطات الثقافية المميزة اللي بيعملها. وبدي هنيه على هالمثابرة وعلى هالجد والمتابعة يلي عنده إياها، يلي هي حقيقة مميزة وقيمة مضافة لمدينة طرابلس. مبروك حلا حليس، انت ربحتي الجائزة الثانية. نعم سيد. من أي مدرسة؟ من القلبين الأقدسين. كنت يعني متأملة تربحي؟ نعم، لأنه وضعت يعني جد في هذا الموضوع. كان موضوعك نعم؟ الموضوع عن شو كان؟ كان موضوع عن الأخطل الصغير وبخاصة الشعر بالاجتماعيات والسياسة. نعم. شو كلمتك اليوم للمؤسسة، للجامعة، لهالنشاط الحلو يعني خلوكم اليوم تبرزوا مواهب؟ نعم، أريد أن أشكر الجمعية والمؤسسة واللجنة أعضاء ورئيس على هالفرصة الحلوة. فبعد هالمسابقة استطعت اكتشاف كيف الأخطل الصغير كان مبدع بالشعر العربي الاجتماعي والسياسي، وأنا كنت أظنه يعني فقط شاعر الأدب العربي، يعني شعر الغزل بإبداع، وهذه كانت فرصة عن جد مميزة في اكتشاف ذلك. مبروك رؤى عامر خضري، مبروك اليوم التميز. خبريني، كنت متوقع هذا الفوز؟ صراحة إيه، كنت متوقعة لأن اشتغلت عليه كتير، لأن أنا أصلاً بحب اللغة العربية وكمان عندي حب التصميم
والجرافيك وهالقصص، فهذا الشيء كمان ساعدني لقدم غلاف جميل يوحي بأنه المحتوى محتوى جيد أو جيد جدا نوعا ما. وكنت متوقع هذا الشيء والحمد لله رب العالمين أنه اختارني لكون الإيمان الإسلامية. موسم البطاطا من المواسم الكتير مهمة اللي بيعتمد عليها المزارعين إن كان بعكار أو مختلف المناطق اللبنانية. الموسم بلش اليوم بالزراعة ضمن أسلوب تقني متطور، على أمل إن شاء الله يكون إنتاج جيد، يكون الموسم جيد، يكون في أسواق محلية وخارجية لتصريف هالإنتاج. أكيد صار في تطور بالمكنن يعني السابق، لكن بعد ما توصلنا أسعى على المكنن إلى الآخر صرنا 50%، يعني بعد في دول متطورة أكثر منا وعندها معدات أكثر منا وأوائل أكثر منا، لكن هيدا ما بيخفف شوي من التطور بالآليات، بيخفف شوي من سعر الكلفة خاصة باليد العاملي يعني. فاليوم نحن عم نزرع أكيد بهاجس وبخوف بسبب الكلفة العالية، بدءا من ضمان الارض، صارت ضمان الارض بالدولار، للمحروقات للاليات اللي عم نحطها، المازوت صار بالدولار، كل المحروقات يعني، بالاضافه للاسمده ولبدور البطاطا وللادويه كلها بالعمله الصعبه يعني بالدولار او باليورو يعني، كله مستورد، نحن ما عندنا شيء انتاج محلي، كل المواد الاساسيه مستورده. طب شو بينعمل لحمايه الموسم؟ يعني اليوم نحن بالبدايه، اليوم ظروف اقتصاديه كثير صعبه، صغار المزارعين كمان عم بيعانوا مثل ما قلت حضرتك بضمان الاراضي بالاستثمار، كمان عم بيشتروا البزار بالدين مش هيك من الصيدليات الزراعيه، شو لازم ينعمل يعني مع المعنيين مع المسؤولين لحمايه الموسم وتصديره؟ اول شيء مشان بالدم مع الاسف ما بقى حدا يدين المزارع، بتعرف بعد الازمه اللي صارت خاصه المصارف، يعني المصاري اللي هي للناس ما عطتها اياها، يعني وديعة الناس اكلوها، كان بالاول في شركات وفي مؤسسات تمول هالمزارعين، اليوم المزارع ما في حدا يموله غير هو من جيبته الخاص، يعني في منه عم يبيع آلية عنده أو عم يبيع شقفة أرض عنده أو عم يبيع شقة عنده لحتى يقدر يزرع أرضه، أو عم يتدين يعني من حدا خاص قريب منه إذا عنده شوية مصاري يتدينن، أما مؤسسات وشركات مع الأسف اليوم ما بقى حدا في مول، فمش في مشكلة هون عند المزارع بالتمويل، لكن فوق هيدي نحن الخوف عنا والقلق من تصريف هالإنتاج بيصير لها الكلفة العالية، فنحن خايفين وقلقين اللي بيلزم تنظيم هيدا القطاع. تنظيمه من ناحية أول شيء باستيراد البدار، لازم يكون البدار معروف شو الكمية اللي بتفوت ونوعية البدار تترقب، بالإضافة للأسمدة وللأدوية وللبذور كلها تترقب، بنرجع على تصريف الإنتاج اللي هو نحن بقلق وبخاف كتير كبير، يعني اليوم بده يتنظم تنصرف هالإنتاج، وأكيد بخصوص البطاطا المستوردة يعني لازم يكون في تنسيق بيننا وبين وزارة الزراعة، نحن كمزارعين بعكار كمزارعين إخواننا بالبقاع مع وزارة الزراعة وننظم هالقطاع، نشوف شو في عنا كميات بعد بالبقاع وامتى بيطلع موسم عكار، وهل لازم ندخل بطاطا من برا او ما لازم ندخل، كمان نحن مع الحفاظ على المستهلك وحمايه المستهلك، والمستهلك كمان اليوم بيظل هذا الوضع ما انه قادر اكيد ياكل البطاطا غالي، لكن نحن البطاطا المحليه اكيد مش رح نبيعها اغلى من المستورده، اكيد نحن اضافه عن الحمايه بدناها للبضاعه المستورده كمان عنا فائض ما بيستوعب من السوق المحلي، فيلزمنا الاسواق هون، نحن بنعول على الدول العربيه، كل الدول العربية وخاصة الدول الخليجية اللي هي سوقنا الأساسي والسوق اللي بنعتمد عليه، وعلى رأس هيدي الدول المملكة العربية السعودية، بنتمنى أنه يكون في علاقات مميزة لحتى يستقبلوا إنتاجنا وبيعرفوا أن إنتاجنا معودين على إنتاجنا. أقام قطاع المرأة في تيار العزم ومركز العزم الثقافي معرضا بمناسبة الأعياد بعنوان عيد الطل بالعيد في بيت الفن في الميناء، وشارك بالحضور شخصيات وفعاليات سياسية واجتماعية وحشد كبير من هيئات المجتمع المدني. ما يشهده مركز العزم الثقافي بيت الفن اليوم هو عبارة عن إصرار وتأكيد من مجتمع المدينة على أن هذه المدينة يجب أن تبقى في حيوية سياحية وثقافية وترفيهية دائمة. كل الشكر لهذا النشاط الجميل الذي قامت به
قطاع قام به قطاع المرأة في تيار العزم بالتعاون مع مركز العزم الثقافي. وطبعا يعني هذا الحضور الكبير وهذا الحشد وهذا المعرض وهذه القدرات التي تظهر نفسها وتقدم نفسها اليوم لكل الزائرين هو تأكيد على مجددا على إصرار المدينة. عيد الطلي بالعيد هو استكمال لحملة أهلا بهالطلي التي أطلقت خلال فصل الصيف، وبإذن الله سيكون هناك طلات عديدة على طرابلس، طرابلس التي تفتح دائما ذراعيها لكل اللبنانيين ولكل المواطنين في لبنان وفي الوطن العربي. كمان مرة النسوان بيثبتوا انه هن كتير شاطرين وقادرين بأي ظروف انه هن يخلقوا جو كتير حلو، والاشياء اللي معمولة هاند ميد كتير حلو. انا بهني الكل القايمين على هيدا المعرض الحلو والاجواء الحلوة، وعن جد عايشونا فرحة العيد رغم كل المساوئ اللي عايشينها. بدي شوفك اليوم يا حبيبي، غيب عني ولا يوم يا حبيبي، بدي شوفك اليوم يا حبيبي. I'm Lina, I'm from France. I'm also a fashion designer and I'm visiting Elmina in Tripoli for the Christmas market. And there's a lot of nice designer here and it's super nice place to be, so you should come and buy from here. Hello, my name is Rehana. I come from the US and the UK. I'm living here in MENA and I like it very much. And it's a beautiful place to be, especially at this time of year. It's really nice. يعني ببداية شهر 12 نعرف إنه شهر الأعياد، ومع اقتراب نهاية السنة الرونق بطرابلس مفترض يضل حاضر، رونق الأعياد مفترض يضل حاضر، ويمكن تحت شعار عيد الطلة بالعيد يعني ممكن هيدا الأمر يشجع المغتربين إنه حتى يرجعوا على طرابلس. وحتى هون ببيت الفن مفترض إنه بعتقد يعني هو أحد المحطات الأساسية على مستوى الثقافة وعلى مستوى الفن. بصراحة إنه رغم كل الظروف الصعبة اللي عم نمر فيها ورغم معاناة المواطنين بتيجي هيك هيدي المبادرة مثل فسحة أمل وتفاؤل. لازم نضل متفائلين إنه إن شاء الله الأمور بترجع أحسن. الأعياد بتعطينا أمل، بتعطينا إشراقة، بتعطينا تفاؤل. نتشكرهم كتير وإن شاء الله بضلوا دايما بهيدا النشاط. أول شيء منقول ينعاد عليكم، هلأ مبلشين بكير هون بطرابلس لنفرجي الناس إنه طرابلس عطول هي بهجة للعيد، والحمد لله يعني الحركة كتير جيدة والناس كلها حابة تطلع من بيتها وتشارك وتنبسط. ونحن منقول إنه طرابلس مفتوح على الجميع وبكل الأعياد وكل المناسبات هي بتكون نجمة ضاوية للكل. اليوم مثل ما اتفقنا إنه المدينة مسؤوليتنا جميعاً، مسؤولية أبنائها، سبق ووعدنا ونحن اليوم عم نوفي إنه إن شاء الله طرابلس دايماً فيها نشاطات مستمرة بكل المناسبات، اليوم بالميلاد، بكرة برمضان، وبعده بكل المناسبات الجاية. بلشنا بأهلا بهالطلة واليوم عيد الطلة بالعيد، وإن شاء الله بكرة عيد الطلة بالعيد. أنا بدي أقول إنه المجتمع طرابلسي كلياته بكل المحبة بكل حماس وبكل اندفاع الحمد لله ماضي لا من قلبه حتى يظهر جمالية مدينته. اليوم كلنا ايد بايد لنشوف طرابلس احلى، لنروج للسياحة فيها، لنشيل كل الشوائب اللي ألصقوها البعض فيها. فأنا اليوم قلبي كبير بشكر كل اللي حضروا معنا، اللي شاركونا، اللي شجعوا كل المبادرات الموجودة بأرجاء معرض مركز العزم الثقافي وقصص النجاح من السيدات والصبايا. بالختام مع أصدقائي بدعيكم دايما لزيارة شمال لبنان، وخصوصا لهواة السياحة البيئية، السياحة التراثية، الثقافية والدينية. فعلا المناطق الشمالية غنية جدا بكل أنواع السياحات. أهلا وسهلا فيكم بشمال لبنان، بدءا بالبترون وصولا لأقاصي عكار بمنطقة وادي خالد. كان معكم من شمال لبنان منذر المرعبي، أما التصوير لأمين سليمان، وإلى اللقاء.